قد يظن المشاهد أن هذه الاستعراضات والاحتفالات تجري في العاصمة مساء، وأهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج صور من حياة الشعوب، وسنلتقي فيها بالمغامرين من سكان سيبيريا، هذا القطر الرائع من الاتحاد السوفيتي والذي يجهل كل شيء عنه يستطيع أن يصدق الأسطورة المتحدثة عن سيبيريا الغريقة طوال أيام العام تحت الجليد، وعن سكانها المغمورين الذين لا يصلحون إلا لصيد الحيوانات المتوحشة. ولكن ما سنراه بعد قليل يجعلنا لا نصدق هذه الأساطير. تشكل سيبيريا قرابة ربع القارة الأسيوية، وفي مجاهلها الشمالية يسود الليل القطبي أشهرا طويلة، وتستمر العواصف بضراوة طيلة أسابيع بكاملها. مساحتها حوالي 13 مليون كيلومترا مربعا، وعدد سكانها حوالي 22 مليون نسمة. يعيش كل السكان تقريبا 90% من الروس في الجنوب، وخاصة على طول سكك حديد سيبيريا التي تجتازها من طرف إلى طرف. وقد استخدمت سيبيريا كمنفى منذ أوائل القرن ال17، ولم تبدأ السكن فيها على نطاق واسع إلا مع إنشاء سكة الحديد عبرها، وترتب على ذلك تضاعف عدد السكان. وأخذت سيبيريا تستيقظ شيئا فشيئا من رقادها الذي استمر قرونا، وكانت يقظتها بفضل كد بسطاء الناس من أهل القرى الذين يعملون بتربية الماشية وصيد الحيوانات ذات ويعنى سكان القرى عناية نشيطة بالزراعة في فصل الصيف، وتزداد بلا انقطاع المساحات المزروعة كتانا وذرة حتى الحدائق المثمرة. وقد أدى شق الطرقات وإنشاء الخط الحديدي إلى تدفق القادمين الجدد، مما جعل سيبيريا حاليا تمثل إحدى المراتب الأولى في الاتحاد السوفيتي بالنسبة للازدياد السنوي للسكان في القرى والمدن. إن سيبيريا بالفعل هي أرض الغرائب والمتناقضات، ولكن أهميتها تعود إلى أهلها وإلى عملهم في تحويل هذه الأرض التي يقلقها الجليد والفراغ إلى أرض تعلوها المباني والمحلات التجارية والمصانع. ويعود تاريخ بعض المدن في سيبيريا إلى قرن وتصبح له حدود واضحة، ويأتي سيل من المهاجرين، وبازديادهم تزداد المعدات والآلات بالاندفاع إلى هذه الغابة. وهكذا تبدأ المدينة الوليدة عملها، وقد تبدو في أول الأمر خالية وتبدو الحياة فيها قاسية، ولكنها مع ذلك تزداد نموا وبناء. إن العمل الأساسي الذي يقوم به الناس هنا بكل معداتهم وآلاتهم هو أن يمزقوا أرض سيبيريا ويحولوها إلى مناطق صغيرة حتى تسهل الحياة فيها، ولكنها البداية دائما لكل شيء. ومن أهم شروط نظام العمل في هذه المدن الناشئة هو إقامة جهاز حكومي وهكذا تبدأ مدينة جديدة بالعمل الذي بنيت لأجله. ولكن ما هو الأساس الذي بنيت له هذه المدينة الجديدة؟ ثم ما هو ذلك العمل الجديد الذي يهتم به الجميع لتقوم على أساسه مدينة جديدة؟ هذا ما سنعرفه بعد قليل. بعد مدة من الزمن يذهب الربيع ويأتي الشتاء، ومع قدوم الثلج يموت كل شيء، ولكن هذا لا يطول، فالعمل سرعان ما يستمر مهما كانت شدة البرد، والعلماء يتابعون عملهم أيضا مثل بقية العاملين. ولا يمر يوم في سيبيريا لا تكشف فيه الطبيعة عن كنوز لا تحصى، وذلك بكميات ضخمة. إن كل ما هو ضروري لتطوير القوى المنتجة موجود بمقادير كبيرة، ولذلك عملت الدولة بعد اكتشاف الكثير من المواد الخام التي هي أساس الصناعات الثقيلة في الاتحاد السوفيتي إلى إنشاء بلدة بكاملها في سيبيريا للبحوث العلمية. وحتى الآونة الأخيرة كانت أفريقيا الجنوبية تقدم 98% من الماس المستخرج في العالم، ولكن أخيرا بعد عمليات تنقيب طويلة وصعبة اكتشف الجيولوجيون السوفييت في غابات التايكا العصيبة مكامن ثمينة. إن مدينة ميرفي ببابكوتيا هي مركز الصناعة السيبيرية لاستخراج الماس، وهو يتطور بلا انقطاع. إن هذه المدينة الجديدة قد سميت ببابكوتيا، والسبب الأساسي في وجودها هو الماس، فأرض هذه المنطقة غنية بالماس النادر، ويوجد الكثير من الماس هنا، بل إن كمياته تنافس بكثرتها أي منطقة أخرى في العالم. هذه الماسات قد يصنع منها تاج ملكي أو عقد كبير في المستقبل، ولكنها اليوم تذهب إلى الآلات الروسية. ومع قدوم الربيع تكون المدينة قد كبرت وتوسعت، والمدرسة في المدينة الجديدة هي أول شيء يوضع في الحساب. إن سيبيريا هي أرض المواد الأولية التي تصنع القوة في عالمنا اليوم، وهي فعلا تقف وراء قوة روسيا العسكرية، ففي تلك الأرض الغنية توجد أكبر ثروة معدنية من النيجل والأورانيوم والألمنيوم، كذلك يوجد فيها أكبر مناجم للفحم في العالم والحديد، ويوجد في سيبيريا جبال كاملة من الحديد الصلب، بل إن عدة مدن فيها تبني وجودها على الحديد. كما يوجد أيضا في أرضها المعادن الغالية كالفضة والذهب، وفي الوقت الذي يكتشف فيه وجود الذهب في منطقة ما يجري أعلام موسكو فورا، وبكل اكتشاف جديد يعيد المنظر نفسه وتبدأ نفس الطريقة لبناء مدن جديدة في أماكن الثروات المعدنية الغنية. ولمولد مدن جديدة في أماكن الثروات المعدنية الغنية تولد مدن جديدة في أماكن إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج صور من حياة الشعوب. أحييكم وإلى اللقاء.